تقدم العمر في الوش الفات بيحصل له تآكل، الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلد فيبتدي هو يطبع على الوضع الجديد فبيحصل الساجن أو الترهل اللي بيحصل في الوش. الخليج مع ان احنا ممكن نكون سبقناهم بس هم سبقونا دلوقتي في التكنولوجي. الموضوع فكر بس. ممكن تلاقي الست مستوى الاقتصادي كويس وكل حاجة لكن مهملة في نفسها. في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبة في الكتاب. تنفيذها ده مسؤولية الطبيب. الاستاذ الدكتور عمرو النجاري استاذ جراحات التجميل بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، الحاصل على شهادة المدرب المعتمد من شركة أبتوس للخيوط من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط. أهلا بكم. الجمال هدف مهم جدا. الجمال ده يعني ايم رائع ان الست تتمنى ان تكون جميلة. في عبر العصور طبعا الجمال في ناس يقولك نسبي، ماشي حلوة وكلمة نسبي دي، بس برضو النسبية في توصيف الجمال ما فيهاش اكستريميتيز، يعني صعبة قوي الا في حالات نادرة مثلا اللي هي يعني في القبائل الافريقية لهم طبيعة معينة، مش عارف في جنوب شرق اسيا لهم اشكال معينة، لكن في اشياء ثابتة. مثلا يعني الناس كتير قوي بتعتبر انه الغمازات من دلالات الجمال رغم انها عيب خلقي، اوكي. في ناس بتعتبر انه العينين الواسعه رمز من رموز الجمال، طبعا طبعا يعني مش من الناس بتعتبر، العلم بيعتبر كده. الحسنه اللي قريبه من الشفاه بالنسبه للستات علامه من علامات الجمال. التكوين الجسدي للمراه اللي عامل زي الجيتار شكل جمالي، وجود الدهون بطرق وتواجد بشكل بكمي معين في مناطق معينة ترمز للأنوثة عند الست شكل جمالي. الثدي حجم الثدي المتوسط أو اللي شكله موجود وفي حالة عدم ترهل شكل جمالي. الحقيقة الجمال هو كلمة الجمال نسبي، كلمة محتاجة ان احنا نعيد نظر فيها، ولكن الدهون لعبت دور كبير جدا في المحافظة على الشكل الجمالي للمرأة. الدهون بقت كنز في التعامل مع الدفوهات الموجودة في جسد المرأة، في الحصول على الحاجات اللي احنا قلناها دي، خدود، شفايف عاملة ازاي، باتوك، مؤخرة، رسم الجسم، الوش، ازاي نبرز معالم الجمالية. الدهون بتلعب دور مهم جدا. فالنهاردة حوار عن واحدة من أصعب البروسيدرز وأسهلها، السهل الصعب، إزاي أفهم من ضيفي العزيز، واحد من البارعين في عالم التجميل، وبيسعدني جدا بحواره. الحقيقة حواره دايما يعني فيه الكثير من المعلومات وفي نفس الوقت فيه الكثير من الواقعية، بيحكي لنا اللي موجود في الحياة الآن إيه، في أحدث الدوريات العلمية إيه، الكتاب بيقول إيه، والناس عايزة إيه، وإزاي نوفق بين هذه الأطراف كلها وبعضها. القيمة العلمية الكبيرة وسوبر ستار جراحات التجميل أستاذ الدكتور عمرو النجاري، أهلا بك. أهلا دكتور أيمن، إزي حضرتك؟ هل الجمال نسبي قبل ما أبدأ الحوار؟ أكيد الجمال نسبي، بس هي خلينا نعتبر إن البني آدم ده لوحة، تابلو، يعني تابلو ربنا خلقه في احسن صوره نتيجه الابعاد كلها لما تبقى متناسقه. يعني ايه؟ لما نيجي نقول مثلا طب المناخير الطويله ولا القصيره، الممتلئه ولا الشفاه الممتلئه ولا الشفاه الرفيعه، يعني كل انسان وليه المعالم اللي بتبرز جماله. في حالات بيحصل زي ما حضرتك قلت عيوب خلقيه، العيوب الخلقيه دي ممكن تكون مأثره على البورتريه الكامل، احنا بنبتدي نتدخل فيها. لكن يعني كل انسان ربنا خلقه في احسن صوره. العيوب او المشاكل اللي بتحصل مع تغيرات حتى السن والزمن واستخدامات الميك اب، الحاجات اللي هي ممكن تاثر على الجلد دي، الحاجات العلاجيه اللي احنا بنتدخل فيها. لكن اكيد ربنا خلق الانسان في احسن صوره، اكيد دي حاجه ما نقدرش يعني حتى ما ينفعش. حتى لو واحده مثلا وشها متناسق وحلو، لو انت عملت لها اي تغير ما يبقاش ناتشرال او طبيعي او يطفي صفة الطبيعية على وشها هيبقى وحش، حتى لو هي عاجبها او بتحبه. يعني دي دايما من النقطة دي مهمة جدا في تعاملاتنا مع الكلاينتس بتوعنا، بلاش نقول المرضى، الكلاينتس او الناس اللي هي بتطلب التجميل.
ان هو اللي بيطلب البرفكشن ده بيبوظ. وعندنا مثال زي مايكل جاكسون. اللي عايز يبقى بيرفكت في كل حاجه فكل حاجه بقت بايظه، كل حاجه بقت وحشه. ليه بتقول دلوقتي على الدهون كنز؟ ليه خدت هذه الشعبيه؟ اولا الدهون دي زي ما هي بتؤرق ناس زي هي في الناس بتتمناها. لكن حته وجود الكنز في الدهون، الكنز في الدهون عن طريق الستام سيلز او امهات الخلايا اللي هي بتبقى موجوده فيها. دي ثيرز كتير قوي اتعملت عليها واحصائيات كمان اتعملت عليها، لان الخلايا الوحيده اللي لسه في جسمك محتفظه بالستام سيلز هي الخلايا الدهنيه او الستراكشر اللي حواليها الخلايا الدهنيه. ومن هنا جت قيمه الجنس الكنز اللي موجود في الخلايا الدهنيه. ان احنا ممكن نستخدمها في ملء فراغات في الجسم، في تعديل الفيتشرز بتاعت الجسم او اعاده تنسيق او توزيع الدهون في الجسم، ابراز مناطق معينه في الجسم عن طريق ان احنا نعالج تشوهات او ضفوهات حتى الجروح. ساعات الجروح العميقه الكبيره ممكن لو حقنا تحتها الدهون مش بس بتملاها او بتخليها في سوى جلد، كمان بتعامل نوع من انواع تجديد خلايا الجرح او تجديد خلايا الجرح في المنطقه دي، فبتبتدي تكون حتى علاج لاثار الجروح. فعشان كده يمكن الدهون بقت كنز فعلا الناس كلها تتمنى وجوده بس بمقدار مظبوط او بتوزيع مظبوط. ايه مميزاتها عن الدهون؟ ساعات يعني طبعا حقن الدهون احنا بنعمل كل حاجه بيه دلوقتي. يعني احنا بنحقن الدهون في كل الجسم، يعني في الوش بنحقنه، في الثدي بنحقنه، في الهانش بنحقنه، في الكف اليدين بنحقنه، في الساقين. ساعات في ناس بيبقى عندها نحافه شديده في منطقه الساقين وبالذات في السيدات، احنا بنعمل بيه كل حاجه. احنا ساعات كمان بناخد الدهون نعالج بيها اثار العمليات التجميليه اللي مش مظبوطه او اللي فشلت لاي سبب من الاسباب. يعني ايه؟ ساعات في ناس بتبقى شفطت كميات كبيره جدا فادت الى حدوث تعرجات او حدوث مطبات في الجسم، او يعني ساعات في ناس بتشفط مثلا الهانش فتلاقي الهانش ده بفلات. هنا لازم نتدخل لحل المشكله دي، فبنستعين بالدهون او بنستعين باي وسيله تانية، بس بتبقى ابسط حلول المريض ده ان احنا ناخد من دهونه وهو نعمل اعاده التوزيع فيه. فيمكن عشان كده الدهون ده بقت من حوالي 70% من الجراحات التجميليه بتدور ما بين حقن الدهون او نقل الدهون. عايز اكلمك على الاحدث دلوقتي، ايه الطرق الحديثه؟ ايه الكلام اللي في الاساليب بالظبط نفسه بالظبط؟ هو يمكن معظم الناس عندها انطباع ان الدهون ده شيء وحش جدا ومش دائم وبيتحقن وبعد 6-7 شهور بيروح. الكلام ده في جزء منه حقيقه، لان هو ده حدث بالفعل في عمليات حقن الدهون اتعملت يعني من 10 سنين او اكتر. ريسنتلي ابتدى يبقى فيه نقله نوعيه في طرق استئصال الدهون. يعني الفات هارفستنج نفسه ده، ان انا ازاي اطلع الدهون من الجسم، وطرق في البروسيسنج او المعاملات اللي احنا بنعملها على الدهون دي لحد ما تبقى جاهزه للحقن تاني. يعني ايه؟ اهم حاجه في عمليه نقل الدهون، انا هديك مثلا ببلدي كده، لما انت بتكون جايب زرعه بتنقلها من ارض لارض، لو انت خدت الزرعه دي وحطيتها في ارض مش ما فيهاش توصيلات ميه، ما فيهاش غذاء، او فيها الارض تكون فيها سماد او اللي هي بتبتدي جدر الزرعه دي بيبتدي يقعد ويدور على الغذاء بتاعه عشان يبتدي يعيش. زائد ان انا وانا بشيل الزرعه دي نفسها، لو انا بشيلها بعنف قطعت الجدر بتاعها، طب ما انا لما اجي هزرعها هتموت. المثال ده بنمثله فعلا في حقن الدهون او في نقل الدهون. انا لما باجي اشفط الدهون انا عايز احافظ على حيويه الفايبيليتي، حيويه الخليه الدهنيه. الخليه الدهنيه دي عباره عن خليه ضعيفه جدا ما فيهاش اي حاجه، بتبقى كلاسترز، بتبقى تكتلات حوالين بعضيها. فلما باجي اشفطها، لو انا بشفط بدراي ميثود، يعني ايه دراي ميثود؟ ان انا ما بحقنش التوميسيد او ما بحقنش المحلول اللي هو بيخلي الميديا رطبه. في اجهزه بتخليني وانا بحقن التوميسيد ده اعمل نوع من انواع الخلخله للخليه الدهنيه، بحيث انها التجمعات دي تبقى فرادة او بتبقى كلاسترز، دي بتبقى الخليه الدهنيه بقت فرادة او بقت سنجلز. يعني لما باجي اشفطها، لو شفطتها ببريشر او فاكيوم قوي تبتدي الخليه الدهنيه دي بتتكسر وانا بشيلها. لو انا شفطتها في كونتينر
زي مثلا الفلتر بتاعه، يعني هو الدهون دي بتخش على كونتينر، كونتينر ده فيه فلتر، الفلتر ده حجم الخروم بتاعته دي لو صغير قوي ممكن يبتدي يكسر الخلايا الدهنيه. زمان كنا بنعمل بعد تصفيه الدهون بنعمل نوع من انواع حاجه اسمها الامالسيفيكيشن، ان احنا نبتدي ناخد الدهون من حقنه لحقنه اصغر بكونكتور رفيع، الحاجات دي كلها بتكسر الخلايا الدهنيه او بتكسر معظم الخلايا الدهنيه. الاهم من كده بقى، المكان اللي انا هزرع فيه الدهون ده او اللي انا هحقن فيه الدهون ده، انا لازم اولا احضره كويس، ولازم ان انا لما اجي احقن الدهون دي احقنها بطريقه كويس. طب احضر المكان ده ازاي؟ احضره ان انا ابتدي الاول افتح البيوت التراكس اللي انا هدخل فيها الخلايا الدهنيه. افتحها ازاي؟ ان انا ابتدي احقن نفس السائل التوماسين ده، اعمل بيه التراكس او البيوت اللي انا هدخل فيها الباقي الخلايا الدهنيه، احاول احط عليه ادويه معينه عشان اقلل نسبه حدوث التجمعات الدمويه حوالين الدهون. ليه؟ اي حته اي كدمه في الدنيا، الكدمه دي ممكن تبقى مكان لحدوث انفكشن او تبقى مكان لحدوث نوع من انواع في خلايا كده في جسمنا اسمها الماكروفيجز، دي اول ما تبتدي تلاقي خلايا ميته او تجمعات دمويه بتبتدي تروح تاكلها، فبتبتدي ايه، انت عارف الامن المركزي لما ينزل مظاهره يبقى في ناس واقفه بتتفرج، فيجي الامن المركزي يشيل الناس كلها، فبتيجي الماكروفيجز دي بتروح واخده كل الخلايا الحيه والميته وكل حاجه. فهنا لو احنا ابتدينا نحافظ على وانا بطلع الفات سيلز بالراحه، وان انا ابتدي اعمل لها البروسيسنج بتاعتنا بالراحه، ابتدي احط الفلتر بتاعنا او الكونتينر اللي انا هعمله ده بيكون في معاملات معينه، وانا بحقن بقى الدهون احضر البيت. طب احقنها ازاي؟ دلوقتي في اجهزه نزلت جديد مؤخرا بقى لها حوالي سنه او سنه ونص والحمد لله جبناها وشغالين بيها، دي بتخلي الخلايا الدهنيه بتخرج من الجسم وبتدخل للجسم في كلوز سيركل، لا الدكتور بيمسكها ولا سرنجه بتتمسك ولا دهون بتقع في الارض ولا دهون بتبقى موجوده في كونتينر ونبتدي نسحب منه خالص. فهنا قللنا جدا معامل حدوث الالتهابات او الانفكشن. ثانيا ابتدينا نقلل جدا حكايه ان احنا نعمل اي تكسير غير مقصود او غير عمدي في الخلايا الدهنيه. لما نيجي نحقنها بقى، الخطوه الاهم من كده، احنا لازم لو انا جبت الدهون حقنتها بعنف بكميات كبيره ابتدت تعمل هي تجمعات تانية اهي. طب التجمعات دي لما تبتدي تحصل ايه اللي بيحصل؟ التجمعات الخلايا الدهنيه دي، الخلايا الدهنيه دي بتدور على الغذاء الدموي بتاعها. الخلايا الخارجيه بس هتعيش، طب اللي جوه ده هيحصل ايه؟ هيموت، لان هو مش هيلاقي غذاء دموي، فتبتدي تحصل نفس المشكله، هيبقى في خلايا ديد سيلز هنا، هتبتدي الماكروفيجز البوليس بتاع جسمنا يروح مموت كل الخلايا اللي موجوده. فكل اللي انا بحكيه لك ده هو ده الجديد، مش بس تكنولوجي في استخدام تقنيات جديده، لا ده كمان فهم ودراسه تحليليه لصفه او الخلايا الدهنيه وازاي احافظ عليها من اول ما ابتدي انزعها من منطقه معينه لحد ما ازرعها في حته ثانيه. طب عايز ابدا بالوش، الوش ايه اللي انت شايفه ميزه للدهون؟ امتى هحقن دهون؟ امتى هحقن فيلر؟ انا هدخل فيلر برضه لانه لازم اقارن بين اثنين يوصفوا بالمليئات، الاثنين موصوفين بالمليئات. خلينا نتكلم احنا في التجميل، احنا عندنا حاجه مهمه جدا لازم نبقى فاهمينها، لازم الدكتور اللي انت رايح له ده يكون دكتور وليس سيلز مان. يعني ايه؟ مش بياع، مش بياع انه يبيع لك اللي انت عايزه او اللي هو عنده. خلينا نبقى متفقين ان ما بقاش موجود في الدنيا حد بيبيع لك حاجه غصب عنك او انت بتشتري حاجه غصب عن، يعني اللي موجوده لا. كل واحد عايز يشتري الاحسن، وكل واحد هيبيع اي حاجه طالما دي بتكون صح. خلينا نتكلم ان كل انواع الانجكتبلز كويسه ما عدا الانجكتبلز الوحشه اللي هي الفيلرز الدائمه اللي احنا بطلناها واستحاله حد يحطها تاني من الحاجات اللي المشاكل اللي عملتها. خلينا نخلي الطب هو الحكم، يعني بلاش نخلي لا انطباع الشخصي كدكتور ولا انطباع المريض كمريض من خبره حياتيه او اصحاب او قرايب عملوا يفرض نفسه. ليه؟ لان حقن الدهون ساعات بيبقى هو الحل الامثل، والحقن الفيلر ساعات هو الحل الامثل. يعني ايه؟ الفيلرز كماده مليئه، الفيلر دي زي ما اتفقنا ده بروتين، البروتين ده عشان اسمه هيلورونيك اسيد عشان يعيش في وشنا فتره السنه دي، ونبتدي نحط عليه ماده ثانيه بتعمل له نوع من انواع الكروس لينك، بتبقى قفشه فيه كده. الارتباط ده بيقعد بيخلي البروتين ده عايش في الجسم او في الوجه او في المنطقه اللي احنا عليها لمده اللي هي من 9 شهور لسنه.
كل ما بنزود الكونسنتريشن بتاع الماده دي، مش الماده دي بس، الهيالورونيك اسيد كمان بيبتدي يطول المده عشان بتبتدي تتكسر ببطء. خلينا متفقين ان كل بني ادم محتاج تركيز، مش بس كل منطقه محتاجه تركيز. يعني زمان كنا بنقول لا، اللي حوالين العين ده لازم يبقى خفيف، الشفايف لازم يبقى اتقل شويه، اللاينز تبقى اتقل حاجه بسيطه، الديب لاينز مش عارف ايه، البوكتس الداخليه بنبقى لا. دلوقتي الموضوع بقى زي ما اتفقنا الهايدروليفت. يعني ايه الهايدروليفت؟ ان انا ازاي اعمل كونسنتريشن يشيل انسجه مش يملى انسجه. لما اجي احقن مثلا عشان اعمل خد، انا زمان كنت بحقن خد عشان املى خد فبحط كونسنتريشن عالي، بس القوه الموديولز دي ضعيفه، فعشان هي عايشه في الجلد فبتعمل اكسبانشن للجلد. دلوقتي انا بحقن زي ما اتفقنا جوه على العظم، فعايزه موديول قوي يقدر يشيل العضلات. نفس التكوين ده ابتدى يتعمل بطريقه يكون اقوى كوحده عشان يقدر يشيل التيشوز دي كلها، ما بقاش بيشيل الجلد بس، لا ده بيشيل العضله والجلد كمان. طب ايه فرقه عن الدهون؟ اولا خلينا متفقين ان كل ما السن ما يكبر كل ما بيبقى فاقد ستراكشرز كتير، فوليوم كتير، ومحتاج كمان نضاره للجلد. طيب لما تيجي واحده مثلا عندها 35 سنه عايزه تعمل شويه كونتورنج لوشها، نوت وايد، او مش الصح ان انا ابتدي ادخلها في بروسيس كبيره زي حقن الدهون، لان هي اي نعم هي عمليه بسيطه بتتعمل ببند مواضيع، يمكن تتعمل في العياده كمان، ما تاخدش اكتر من ساعه، بس اتس ا بيج ديل شويه. يعني ايه؟ يعني ببتدي اعقم واشفط دهون وابتدي اعمل لها بروسيس وابتدي احقنها. فخلينا متفقين ان انا لما عاوز اعمل ملء فراغات بسيطه او اعمل تعديل بسيط في سن صغير، يبقى هنا ان انا احقن فيلر اسهل نفسيا وريكفري واستشفاء وماديا كمان للمريض. لكن ما تجيلي عيانه عندها تقدم في العمر، عندها فقد الفوليوم كتير في وشها، عشان احقنها فيلر هتدفع مبالغ كبيره، وممكن ما يكونش كمان يقدر يديها الريزلتس او النتائج اللي هي عايزاها. فهنا بنبتدي نوصل للحلول البديله اللي هي حقن الفيلر. بلاش نقول مين احسن، خلينا نقول مين الانسب، او مين اللي هيدي التارجت بتاعنا باقل الاضرار او اقل المخاطر او اقل التكاليف. فخلينا نقول ان الدهون احسن في حالات معينه والفيلرز احسن لحالات معينه، بس ازاي نختار نوع الدهون، شكل الدهون، نوع الفيلر، تركيز الفيلر، عشان لما اجي احقن المادة دي اكون اوصلها البيرفكت او مش البيرفكت، او ما هو المرضي يكون حتى لاحتياجها نفسيا كمان. خد بالك الموضوع نفسي جدا دكتور ايمن، الموضوع مش موضوع فيلر وخلاص. والكونسبت او الفكر بتاع الكلاينتس، بلاش نقول المريض، هنا الفكر خاطئ جدا ان هو بيسمع حاجه فيبتدي ياخدها على انها مسلمات. وانا اعتقد ان معظم الكلام اللي بيتقال في التجميل في مصر ما بقاش من ناس متخصصه، فبيبقى التخبط كتير جدا. فدايما احب اقول انصح للعيان لما تروح لدكتور، ما بلاش تشتري منه اللي عايز يبيعه لك، وبلاش تفرض عليه اللي انت عايز تشتريه، ولازم تتاكد ان هو ما بيحاولش يبيع لك على قد ما هو بيحاول ينصحك. يعني في حالات كتير جدا بتجيلنا المراكز والعيادات وبنقول لا انت مش محتاج، لا انت مش عايز، ده الاصلح. عايز اتكلم على متى تظهر نتائج الدهون اللي هتظهر مباشره بعد الحقن، وما هي الموانع التي علميا تجبرني الا احقن دهون. خلينا في السؤال السهل، هو ما هي موانع حقن الدهون؟ هو ما فيش موانع صحيه لحقن الدهون، هو بس في حاجه واحده بس بحب دايما اسالها للمريض اللي جاي يعمل حقن دهون، هل انت حضرتك بتخس؟ عايز تخس؟ نفسك تبقى تعمل دايت فتره لحد ما توصل لوزنك المثالي، ولا خلاص؟ ليه بقى؟ لان الدهون اللي احنا بنبتدي نتعامل معاها زي ما قلت لك في نقل الدهون بتبقى دهون ضعيفه على الاقل من شهرين لثلاث شهور، بتبقى سهله الحرق. يعني ايه؟ حتى لو هي تعايشت في المنطقه الجديده دي بتبقى ضعيفه، لسه ما بقتش ستيبل، ما بقتش قويه، ما بقتش تقدر تستحمل العطش، ما تقدر، فاهم نفس الكونسبت بتاع الزرع بالظبط. لو انا جيت الفتره دي رحت عشان اخس او اعمل دايت او اروح اخد فات بيرنر واروح جيم، هتكون دي اسهل دهون تتحرق. السؤال الثاني، السؤال الثاني في النتيجه تظهر امتى؟ النتيجه بتظهر في الحل. بس هي ايه؟
بيبقى فيه جزء من الفوليوم اللي العمارين شايفه دي تورمات، زائد ان احنا بنبقى عاملين حسابنا ان في حوالي من 20 ل 25% من الدهون اللي احنا بنحينها دي بتكون مش كلها فات سيلز، بيكون في حاجه اللي هي الكونكتيف تيشوز والميه اللي بتبقى موجوده في التيميسن ده اللي احنا بنحينه. فده ال 25 30% دي اللي احنا بنعمل لها الاوفر كوركشن. يعني دايما اقول للمريض انت هتطلع من عندي منزعج شويه، حاسس ان انت مليت كتير، لا ده مش ملو كتير، على قد ما احنا بنعمل حسابنا في خلال اول 8 ايام او 10 ايام بيحصل شويه ريزوربشن بتاع الميه دي وشويه المكملات اللي بتبقى مع الخلايا الدهنيه، زائد بيبقى فيه شويه تورم من البروسيجر نفسه، التورم ده برضو بيهدى في خلال الفتره دي. عايز اتكلم عن الايدين، لانه الست انت عارف ايديها هي اللي بتفتح سنها، وساعات يبقى الايد شكلها مش حلو فعلا. بالظبط يعني. دي حقيقه. اللي بيتاثر على شكل الايدين عوامل السن، في حاجات تانية زي التدخين وزي اللايف ستايل الخطا، فبيبقى الجلد بيبتدي يعني الجلد بيبتدي بتبقى يحصل فيه شويه رينكلز او فاين لاينز او كرمشه. الستراكشرز بتاعت الجسم بتاعت الايد كدهون وكعضلات بتبتدي تنحف، فبتبتدي الست تلاحظ ان المنطقه بقت منزعجه منها جدا كنوع جلد، وك ابتدت ايديها تبقى رفيعه لحد ان العظم كمان ابتدى يبان. في تغيرات تانية بتحصل زي البقع الداكنه اللي بتحصل في ايد، كل دي حاجات بتحصل نتيجه تقدم العمر، نتيجه تعرض للشمس، نتيجه تدخين، نتيجه باد لايف ستايل، حاجات كتير قوي. طب عشان نبتدي نعالج الكلام ده، طبعا من احسن طرق العلاج هي حقن الدهون، لان حقن الدهون ده بيدينا كل بيعالج لنا كل ده، بيدينا الفوليوم وبيدينا ريجنريشن او اعاده بناء انسجه الجلد تاني عشان يدي اليونجر لوك بتاع الجلد تاني. في حلول تانية بس لو احنا عايزين ذا بيست او الافضل هو حقن الدهون. زي ما قلت لك برضو الموضوع بسيط جدا، البروسيجر بسيط جدا، بس ان انا ابتدي اوزن اموري. ما يعني في ناس بتبقى عايزه بس تدي نضاره للجلد مش لازم تحط فوليوم، ساعتها هنا بنعمل حاجات اللي هي بتدي ريجوفينيشن للجلد بدون ما نعمل حقن للدهون او بنعمل حاجات اجريسيف او علاج عنيف للمشكله البسيطه اللي عندها. الثدي حط لنا قواعد بقى، لانه الثدي في ناس كتير جدا حقن دهون في الثدي مفضل بالنسبه لهم، وفي ناس عندهم القصه مفتوحه يعني ايه يتكلموا بحب اكتر للكوهيسيف جيل. طب ما انت بتعمل الكوهيسيف جيل وبتعمل حقن دهون اكيد. طب خلينا متفقين زي الكلمه اللي احنا قلناها في الاول، بلاش تروح تشتري اللي انت عايزاه وبلاش الدكتور يبيع اللي هو عايزه. خلينا انت متفقين ان العلم برضو حط قواعد امتى نعمل ده وامتى نعمل ده. يعني ايه؟ لو جت ست بعد الرضاعه المتكرره حصل لها تهدل في حجم الثدي وترهل في حجم الثدي، وممكن ساعات كمان يحصل ضمور في حجم الثدي، فبقى الثدي عباره عن وعاء من الجلد فاضي، هل ده ينفع يطحن دهون؟ لا منطقي. واكيد هي عارفه، بس هي عيني من نفسها حد يقول لها الكلام ده بطريقه علميه او بطريقه بسيطه. لو انا جيت عبيت الانفلوب ده الجلد ده بدون هيبقى شكله اوحش. ليه؟ هيبقى الانفلوب ده مليان دهون وهو برضو حصل فيه نفس المشكله ان هو ساقط في توزز او في سقوط. الثدي بالذات ده كاركتر برنت، كل ست ليها شكل الثدي بتاعها زي ما قلت الفوت برنت بتاع الثدي. عشان اوصل له انا لازم اعمل تدخل، التدخل ده بينطبق على كل مريضة على حدة. في مريضة ما حصلهاش اي مشكلة خالص غير ان صدرها فضل بس صغر في حجمه، بس لسه زي ما هو النبلز على نفس الارتفاع بتاعها، الانفرا ماموري فولد بتاعها مظبوط، التيشوز عندها كويسة، ماشي دي ممكن احن لها دهون ما عنديش مشكلة خالص. طيب حقن الدهون في الثدي ينفع للمراحل الثانيه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انا لو ابتديت اتعامل مع الثدي ده كانه وعاء بملاه، يبقى انا كده بفقده شكله وجماله. طيب حقن الدهون في الثدي ده حتى للبنات الصغيره، في بنات صغيره بيبقى عندها مشكله في نمو الثدي اصلا، بيبقى ما عندهاش جلد كفايه، فهي متخيله ان هي كانديديت فعلا او هي ينفع لها فعلا حقن الدهون، فتيجي العياده تفاجئ بحاجه مهمه جدا هي ما تعرفهاش، ان انا عشان اعمل لها حجم كويس لصدرها لازم اقرر حقن الدهون. يعني ايه اقرر حقن الدهون؟ مش عشان هي هتموت. بص يا فندم، احنا قاعدين في الاستوديو اهو، الاستوديو ده مثلا استيعابه 100 شخص، لو حطيت فيه 10,000 شخص ايه اللي هيفضل؟
كلهم هيموتوا. ليه؟ هيتخنقوا. لو انا جيت الانفلوب صغير بتاع الجلد بتاعها اللي هو مش كامل النمو وابتديت احط فيه دهون كتير 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 فبقى فولي اكستندد، ايه اللي هيحصل؟ كل الدهون اللي جوه دي هتموت. هيبقى في الاخر ان انا عملت ترهل كمان في الجلد. فحقن الدهون في السادي عمليه مش معقده، ولكن لازم نبقى فاهمين. لو انا مثلا عايز احط مثلا 400 سي سي او 500 سي سي ما ينفعش احطهم الا بالتدريج، وبينهم كل مرحله عن الثانيه على الاقل من 3 لـ6 شهور. الكلام ده لما الناس بتبتدي تسمعه بتبتدي ترجع في كلامها. طب هو يا دكتور مش الدهون احسن؟ لا طبعا، كل حاجه دكتور ايمن وليها انديكيشنز بتاعتها. الدهون لو انا جيت احقنها بطريقه عشوائيه او طريقه مش مظبوطه، وزي ما قلت لك عملت اوفر فيلينج او اوفر زحمه او زحمه، هيحصل ايه؟ جزء كبير جدا من الخلايا دي هتموت، هتبتدي تحصل لها حاجه اسمها كالسيفيكيشن، تكلس. التكلس ده هيبتدي يعمل لها تقل. مش كده وبس، هيبتدي ماسك اي مشكله تحصل في المال. عادي دي حاجه تانية بقى. هيغطي اي حاجه، هيغطي اي حاجه تحصل، تورمات، حصل ورم وراها مش هيبان في الاشعه. عشان كده وهيخضني كل ما اعمل اشعه. بالظبط، هيخض الدكتور بتاع الاشعه وهيخض المريضه وهيخض. طب انا بس انا مش بخوف الناس من دهون برضه، انا راجل فير. انت طالب هنا عشان اقول الحقيقه ودي الحقيقه. انت عايز دهون؟ تعالى يا باشا. ينفعك الدهون ولا لا ما ينفعكش؟ خلاص ما تقاوحش مع الدكتور، لان هو عايز مصلحته. يعني انا عايز اقول لك ان في ناس كتير جدا، انا عندي عيانه جات لي باكت عشان قلت لها ما ينفعش اعمل لك عمليه. وانا عايز اقول لك ان انا صابت عليها لدرجه ان انا كنت خايف لا تروح حد تاني. يعني هي عيانه عندها مشكله صحيه، لا ينفع يتعمل فيها شفط للبطن ولا ينفع يتعمل شد للبطن. يعني في حالات كده بيبقى فيه اوفر ديستنشن للابدومن للبطن. الديستنشن ده نتيجه هواء جوه القولون بقاله سنين، فالبطن بقت عامله زي الطبله. البطن دي لو انا حتى جيت عملت بلايكيشن او شديت العضله ما عرفش تتنفس، هيبقى تنفسها صعب. فهي يا عيني مش فاهم المصداقيه هنا، ازاي اوصل للمريض وايه حلها؟ ايه حلها؟ تافه خالص، مش عندي. انت روحي بس اعملي شويه مشي مشي، ودكتور القولون بتاعك يديكي شويه حاجات. يعني الموضوع بس محتاج ان انت تروح لدكتور انت مصدق ان هو راجل عنده مصداقيه واسمع كلامه. انت الخوف انها تروح لحد ينفذ لها لا يعزاه. بالظبط كده، وده شفناه. يعني ينفذ لها لا يعزاه اللي هو غلط، ده شفناه. فهيطيعها يعني هيطيعها، والطاعه دي بيسموها الطاعه العمياء بقى. دي الطاعه العمياء فعلا. والطاعه العمياء دي بتدخل في حيطه سد. يعني عندي بقى حاجه مهمه قوي، انه بعض البنات ما عندهمش شكل انثوي للباتوكس الدرير او المؤخره. احقان الدهون في هذه المنطقه هو الحل الوحيد. زراعه حشو في المنطقه دي اعتقد انها مش، ما اعرفش، شفت حالات كتير حطت حشوات في المنطقه. هكلمك في الحته دي بس. هكلمك في الحته دي. طيب خلينا نبقى متفقين ان السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي خلت البنات تشوف الحاجات اللي احنا كيم كارداشيان. بالظبط. طيب خلينا متفقين ان عشان اعمل هانش، انا ما بعملش هانش بس، انا بعمل ميك اوفر للتلت ده كله. يعني ايه؟ يعني انت ممكن يبقى هانش كويس جدا واحسن منها، بس انت عندك جنبين وعندك وسط مليان مخليكي مش شايفه الهانش بتاعك، او انت حاسه ان الهانش بتاعك كبير. ممكن تكوني عندك اصلا خلقيا وجينين عدم توازن في توزيع الدهون في جسمك. في بنات كتير جدا بتبقى عندها سمنه فوق ومن تحت ما فيش، والعكس صحيح، في بنات كتير جدا عندها سمنه تحت وفوق ما فيش. فخلينا نبقى متفقين، انت عايزه تعملي شيبنج اللي هو بيقولوا عليه الجيتار او الاور جلاس ابيرنس اللي هي ساعه الرمل. عشان توصلي للفيتشرز دي او للشكل ده الاقرب ليكي، خد بالك في حاجات بتبقى طموح صعب الدكتور التجميل يعملها اصلا. يعني في ناس بتبقى عندها طموح ده حقيقه، وان انت تقنعها او انت تقنعها بده هيبقى انت مش دكتور. هو مش طموح بقى، هيبقى عندها خيال. والله يعني بلاش طموح. الطموح كلمه حلوه. الخيال هو كلمه المفروض. سقف الطموح بس. طبعا. فخلينا متفقين ان الهانش او البرازيليان بات او الهانش البرازيلي اللي بقى الموضه بقى كل ده هندسه. يعني ايه هندسه؟ هندسه طبيه. يعني انا ازاي ابقى عارف وسط العينه بيبتدي فين؟ في ناس كتير قوي معتقد ان الوسط ده عند الحزام. لا خالص، في المراه الوسط بيبتدي من الضلع الاخير اللي هو الريبرم، ده بيبتدي اللي هو الفي ده ويروح نازل على الاس ليزي اس دي.
عشان اوصل للفيتشرز دي انا لازم اعمل اسسمنت للعينه دي من اول وسطها لحد ركبتها، ولازم اشوف توزيع الدهون ده مظبوط ولا لا، ايه الخلل، ايه المشكله. لما انا اوصل للحل ان انا اعرف ازاي اعالج المشكله دي، انا ممكن ما اعملش اصلا حقن للدهون في المنطقه، انا ممكن ابتدي اشيل شويه دهون من المنطقه دي زي ما اكون بنحت جسمها. فانا هو ده اللفظ اللي جاي من النحت، ان انا عشان اوصل للشكل ده لازم اشيل الجناب شوية، لازم البنانة او الموزة اللي تحت الهانش لازم احسنها، الفولد ده لازم احسنه، لازم اعرف الهانش بادي منين، لازم اشوف النوتشز اللي موجودة في، يعني في حاجات كتير قوي. الحاجة الاهم من كده بقى، هل الجلوتيال امبلان دي عملية حلوة ولا وحشة؟ طبعا انا كجراح بقول لك العمليه دي كويسه جدا، العمليه دي مشكله بس عايزه عنايه ونظافه عاليه جدا. ما انا هقول لحضرتك العمليه دي كانت دايما بيبقى في مشكله فيها في الطب او في سوري في الاجراء الجراحي، ومشكله فيها من التزام المريض، اشتراط المريض سوري اشتراط الدكتور على المريض قبل اجراء العمليه في تعليمات ويمضها له امضاء كونسنت. المريضة بقى هنا ست يا ما وات ايفر. لا لا على فكره الامبلانس يا جماعه احنا بنركبها في الرجاله للناس اللي عايزه تعمل فيتشرز لجسمها وعضلات، يعني مش لازم تكون حاجه وحشه يعني. الهانش بالذات لما اركب فيه الامبلانت او اركب فيه الحشوه كان دايما العمليه صعوبتها ان انا ازاي، طبعا هو الامن حاجه ان انا احطه ما بين العضلات انترا ماسكولار مش سب ماسكولار، وفي بلين جديد ابتدى يطلع اللي هو سب فيشيال، ان هو بنرفع الفاشيا الشغطه بتاعت العضله ونبتدي نحطه تحتيها. زمان كان الديسكشن ان احنا نعمل ازاي نسلك ما بين العضلات كان بيبقى فيه دمويه كتير وفي خرخره دم كتير، كانت دي ممكن تؤدي لحدوث مضاعفات زي انفكشن وبعد كده رفض للجهاز. هو مش رفض، هو الانفكشن بيخلينا نضطر نشيل الجهاز. ودي سهلت الموضوع بقى سهل جدا لدرجه ان العمليه دي الديسكشن بتاعها دلوقتي في اله معينه، في ديسكتور معين ده اتعمل عشان يديسكت دي، يعني هو بيعمل يعني هو ده الاله دي اتعملت عشان العمليه دي بس. خلت الديسكشن ده او التشريح للمنطقه دي بياخد اكتر من ربع ساعه تلت ساعه الناحيتين، يعني 10 دقائق 10 دقائق. الحاجه الثانيه ان انا ازاي احط الجهاز في البلان الصح. الحاجه الثالثه ازاي اختار نوعيه الجهاز. خد بالك نوعيه الجهاز هنا دي عليها عامل كبير جدا، اللي كان من الحاجات او اللونج تيرم كومبليكيشن او المضاعفات اللي بتظهر متاخر، ان الجهاز ده ممكن يحصل له روتيشن لما بنحطه بين العضلات مع المجهود العضلي، وفي الناس بالذات الناس اللي بتلعب رياضه كتير ممكن يحصل له روتيشن، فالروتيشن ده كان بيعمل ديستورشن او بيخلي الشكل مش مظبوط. عشان كده ابتدينا دلوقتي في شركات بتعمل حاجه اسمها البايكومباكس. البايكومباكس ده جهاز حتى لو اتقرب بيحتفظ بنفس شكله، يعني الجديد فيها بقى سهل. تيجي بقى لتعليمات المريض، تعليمات المريض لازم يبقى فاهم المريض ان عشان اعمل البرازيليان بط مش هعمله بالامبلانت على فكره. الامبلانت ده بيتحط في مكان معين في اعلى الهانش، لان انا ما ينفعش احطه في المنطقه السفليه للمنطقه دي اللي انا بقعد عليها. الناس لازم تبقى فاهمه كده، عشان اعمل البرازيليان بط او الهانش الدائري او نصف دائري ده انا ما بعملوش بس بالامبلانت، انا لا انا بستخدم امبلانت في مرحله وبكمل بحقن الدهون في المرحله الثانيه او في نفس المرحله. فهو يخلي بس المريض يبقى ايه طموحه يبقى بسيط، يسمع او يصدق الدكتور اللي بيروح له عشان يوصل له لاحسن نتيجه. حقيقه تنورتني النهارده وسعدتني كالعاده بحوارك العلمي الدقيق للغايه الاكاديمي، يعني مرجعيه النهارده للدهون انه يسمع الحلقه بتاعت النهارده، اللي عايز يفكر يذاكر حقن الدهون يركز في كلامنا النهارده. يبقى نقطه معلش هستمي يعني هاخدها من حلقه النهارده للحلقه الجايه. انت قلت ان ممكن جدا مريض يروح لدكتور فالدكتور يقول له ما ينفعش، ما ينفعش نعمل لك حاجه، الدكتور يقول لمريضه اللي جاي تجميل وجاي يدفع فلوس لا بلاش مش هاخد منك روح انت ما ينفعك. متى يقول للطبيب لا انت ما ينفعكش؟ ده هيكون حوارنا المره الجايه. اسمح لنا ان نطرح هذه القضيه المهمه جدا مع ضيف العزيز سوبر ستار من حد تجميل الاستاذ دكتور عمرو النجاري، كان في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. الاشعه المقطعيه او الدكتور اللي يقول لك احنا هزرع لك من غير اشعه مقطعيه، ده كلام خاطئ مليون في الميه. قعدت تعمل في سنانها سنه اوف، رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، اخترت مكان غلط. انت سكرك متظبط فانت هيتعمل لك زراعه وهتبقى ناجحه وممتازه، لكن واحد تاني سكره مش مظبوط، هو جسمه بينهار مش سنانه بس اللي بتنهار او زرعاته اللي مش هينفع نعملها.
We'll be right back.